اسمعوني انت وياه، اهم شيء في الزواج الاهتمام بالنظافه والتفاصيل الدقيقه. اهتمام بايش؟ نظافه. طبعا البنات اكثر شيء يهمهم اهتمام بالريحه. اهتمام بايش؟ بالريحه. هذه الغرفه اختبار للنظافه الشخصيه، تفضلوا بالدور وفالكم التوفيق. هذه الغرفه لتقييم النظافه. الاول طبعا لو طلعت اللمبه خضراء يعني وضعك تمام وبتسلك، لكن لو طلعت اللمبه حمراء يعني مروح وبتداول. يلا يا ابوي اطلع من حمامك وياه. طيب طيب يا ابوي ليش تروش هنا؟ تروش ببيتكم يا شيخ. سريلك بعدين اذا تبي تمشي اختبار النظافه خذ لك دش. شكوش انت تروح قبلي. هيا هيا. ايش فيك انت متوتر؟ ماني متوتر، انا خايف من صوت البوكس. انا زبطت اموري. اخلص علينا. يس عشو 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 وكمان عشو عشو عشو. هيا خليك. ايش تحتري طال عمرك؟ يلا تفضل. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الريحة. إيه يا الراجل ده؟ حرام عليك ده طلعلك بنفسي. شكرا يا قلبي على الوردة. يعني وردة تعطيني وردة؟ أقول اهجد، مو أنا اللي بختبرك، لا تشد حيلك. اهجد وش؟ أمسك. تجي مناهل بتعطيها الوردة. عاد أنت وأسلوبك، إذا خليتها تستحي تجتاز الاختبار. يلا وريني شطارتك. هذه الوردة. أعطيها الوردة مثلك، هذا أقل تعبير بس لحبنا. حبيت. برافو دوتس هالوردة. إيش يعني دوتس؟ اختلاف لهجات من غير التست. وإيش وتست ذا؟ لحظة لحظة.
اوكي. حبيبي انا حامل. وش حامله ولا؟ مو بوس اللي اتفقنا مهنا الان؟ وحبوب هالحامله انت تلطين هذي وش زينن؟ هي هي هي، ايش فيك؟ غبي انت؟ لا بس اتحمست شويه خيتي. يحتاج اقول لك النتيجه ولا عرفت؟ لا شكل عرفتها صفر صح؟ تبون هالورده ذي ولا اخذها؟ برا. اللي بعده. عموري ابي هديه. عيون عموري وروح عموري. وليه الهديه؟ وانا هديتك حياتي. لا والله جد، في عطر نازل بالسوق وخاطري فيه. وليه العطر؟ وانتي انفاسك تخون. حبيت. والله يجي منك يا ابو طاقيه. يعني نجحت؟ ايه للاسف نجحت. هي امسك الورده. هي امسك الباب. السلام عليكم. هات الورده. قال هي قال. اللي بعده. لحظه لحظه، مو انت عدت الاختبار كم مره؟ للحين ما اخذت الرخصه يا شيخه؟ انا لو عيد 100 مره اهم شيء اشوفك. يا شيخ انت اللي 100. ناجح ناجح ناجح. حاليا ما بقى في التصفيات الا انت ومحمد وعامر، وهذه اخر واصعب مرحله. بتدخل مناهل، بتسوي انها زوجتك، وبتختبر شخصيتك. جاهز؟ اي جاهز. ايش فيك خايف؟ ماني بخايف، دخليها يلا. حبيبي ممكن جوالك شوي؟ ها؟ ليه معطيني اياه كذا؟ افتح افتح الرمز. ليش افتحه؟ اساسا اساسا ليه في رمز؟ خصوصية. بعدين تعالي، قد قلت لك افتح رمز جوالك. الحين موضوعنا جوالي ولا جوالك؟ من متى اصلا الزوجة تفتش جوال زوجها؟ انا ما قلت بفتشه، انا قلت عطني جوالك ابي استخدمه. جوالي خرب. وش تبين فيه؟ لا تخاف ماني فاتحه سوارم. اها سوارم، على اساس انك قافطه الوضع. يعني ما ادري عن سنابك الثاني البرايفت. ها وش قصدك؟ عارفه قصدي. ستوب، مرتبك مهزوز راسب بجداره. حبيبي امانه تغير الحفاضه لانه انا مره مشغوله ولازم اطلع الحين. لحظه لحظه، ما اتفقنا على كذا. امسك امسك بسرعه، حرام بسرعه بصيح. ايش تسوي فيه؟ كل اغراضه بهذه الشنطه، حفاضات بودره كل شيء، ما تحتاج شيء. امسكي امسكي امسكي. لا ابوكم لا ابو رخصتكم. برضو راسب. احنا لسه ما بدينا الاختبار، حاب تقول شيء؟ لا 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 بس تكفين الخلافات القديمه حقت الاستراحه الهوشات وهذه، لا تدخلينها بنتيجه المعهد. اكيد طبعا، الشغل شيء والعلاقه الشخصيه شيء ثاني. كفو والله يا مدير، جيبت لي شاهي. أفا عليك، لازم ندلعك. أسفة أسفة، جاك شيء؟ لا لا عادي عادي ما في شيء. أنت متأكد؟ أنت كويس؟ هي بنت حلال دائما أصلا ينكب علي بالبيت لبن وشاهي، ما أقول شيء أنا. برافو عامر، هذا كان اختبارك وأنت نجحت فيه، ألف مبروك عليك الرخصة. أنا؟ إيه أجل أنا. غريبة، مع اني دائما ما انجح الا من الدور الثاني. لا داعي لا داعي لا داعي. حيوا عامر حيوا عامر حيوا عامر. ايوه حيوا عامر حيوا عامر. ايوه حيوا عامر. يلا حيوا عامر. ايوه حيوا عامر. هلا
مبروك مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا الغالية. الله يوفقك وليدي ونلقى لك بنت الحلال اللي تستاهلك وتستاهلها. وش اللي نلقى له بنت الحلال؟ بنات الحلال هم اللي يدورونها الحين. يا حظ يلتني أكبر زي واخذ الرخصة وأعرس. شوف يا عامر، أم علي وأم خالد وأم حسين وأم محمد وخواتهم وجيرانهم كلهم يقولون نبي نزوج بنتنا لعامر. أجل أعطيني ملفاتهم، أنا بدرس أوضاعهم وأشوف إيش اللي يناسبني، وقولي لهم برد لهم بعد أسبوع إن شاء الله أو بعد شهر، أوكي؟ والله يكتب لهم اللي فيه خير. طب عامر بسألك، ما شفت محمد معك في المعهد؟ معليش أختي، من معي؟ عامر بلا استهبال، ما شفته؟ إلا شفته، محمد كل ما دخل اختبار سقط ورجع من جديد. يعني الحين رخصة المعهد الذهبي محمد ما خذاها، خذتها أنت؟ أمحك رخصة والله.